انتهى المعسكر الأول للمنتخب الوطني بقيادة الإنجليزي راي ويلكنز، وخاض خلالها 3 مباريات ودية، 2 منها مع الأزرق الكويتي و1 مع المنتخب الأولمبي. تمكن فيها منتخب النشامة من تحقيق النتائج 3 في عالم كرة القدم، وهي الفوز والتعادل والخسارة. 10 أيام هي مدة المعسكر التدريبي للمنتخب، فكانت هناك مقتطفات للحديث عنها تم رصدها من الفترة الماضية. ونجد هنا أن المدير الفني الإنجليزي يفضل المعسكرات التدريبية الطويلة من أجل الإعداد للمباريات، وهي نقطة لها فوائد وسلبيات أيضاً. المباريات الودية التي خاضها المنتخب أعطت إشارات عن فكر ويلكنز والاستنتاج بما يدور في رأسه من أسماء يريد استبعادها، حيث يبدو أن شادي أبو هشهش وإبراهيم الزواهري وطارق خطاب ومهند المحارمة وأحمد الشجران ومحمود زعترة وشادي غوشة سيكونون خارج التشكيلة المقبلة، نظراً لعدم وجود بعضهم في كشف المباراتين أمام الكويت وآخرين أشركوا لدقائق معدودة. وبما يخص ناحية الأداء الفني الذي لم يرتقي للمستوى المطلوب، وخصوصاً في المباراة الثانية التي شهدت حضوراً جماهيرياً مميزاً، فإن العذر موجود للمدير الفني، ويدرك الجميع أن المعسكر الأول هو للتعارف ولجس النبض، منتظرين تغير الصورة في المعسكر المقبل والمواجهة المقبلة التي ستكون أقوى من السابقة أمام المنتخب الكوري الجنوبي. ومن هنا لا تزال نقطة استدعاء اللاعبين المحترفين المصابين أمثال ثائر البواب وخليل بني عطية تثير الاستفهام حول مدى فائدة تواجدهم وهم مصابين، وأنه كان من الممكن الاستفادة من لاعبين آخرين في المعسكر.